ضباط الأسد الأوفياء وحراس نظامه، بعضهم انتهى مصيره بالقتل والبعض الآخر بالموت خارج البلاد، إلا أن الوصف الأدق لهم حراس آل الأسد. خمسة ضباط نجحوا بتثبيت حكم عائلة الأسد من الأب إلى الإبن: العماد مصطفى طلاس، رفيق درب حافظ الأسد من مواليد مدينة الرستن عام 1932، انتسب إلى حزب البعث في عام 1947 وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل منصب وزير الدفاع في عام 1972 إلى أن تقاعد في عام 2004. ساهم في إفشال مخطط الانقلاب على الأسد الأب عام 1984 الذي خطط ونفذ من قبل رفعة الأسد، كما كان له دورا بارزا في قمع انتفاضة حماة عام 1982، وكان من أبرز الداعمين لتسلم بشار الأسد السلطة عام 2000. العماد آصف شوكت، حصان الطروادة في بيت الأسد، هو من مواليد قرية المتحلة بريف طرطوس عام 1950، تخرج من الكلية الحربية عام 1972 وشارك بعدها بعام بحرب تشرين برتبة ملازم. لمع نجمه في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بعد مشاركته في مجازر الأسد في الثمانينيات وفي الحملة ضد الإخوان المسلمين في مختلف الأراضي السورية، بالإضافة لمنحه مهاما سرية من قبل الأسد الأب كشف عنها لاحقا من قبل جهات دولية، وكانت أبرزها قتل السكرتير الأول للسفارة الأردنية في أنقرة رميا بالرصاص عام 1985، لينقل بعدها للقصر الجمهوري كحماية لحافظ الأسد. وفي عام 1995 تزوج من بشرى الأسد وبات الخزان الكبير لمعلومات الجيش السوري بالكامل. وفي عام 2006 عين رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية، ومن ثم نائب رئيس الأركان، وبعدها نائبا لوزير الدفاع عام 2011، حتى قتل في تفجير خلية الأزمة عام 2012 الذي وجهت أصابع الاتهام لنظام الأسد بتنفيذه بدمشق. اللواء غازي كنعان، جنرال الأسد في لبنان، تخرج من المدرسة الحربية عام 1965 وتسلم منصب رئاسة فرع مخابرات المنطقة الوسطى حتى عام 1982، ليتسلم بعدها رئاسة جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان حتى عام 2001. كان من أبرز الضباط الذين عززوا وجود نظام الأسد في لبنان، حتى وصف بأنه الرئيس الفعلي للبنان في تلك الفترة. وجهت له أصابع الاتهام في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ووصف بأنه من أشد المقربين للأسد الأب. عين عام 2005 وزيرا للداخلية، إلا أنه في ذات العام وجد مقتولا في مكتبه بظروف غامضة. اللواء محمد ناصيف خير بيك، مربي أبناء حافظ الأسد، من مواليد قرية اللقبة في ريف مصياف بمحافظة حماه عام 1930، عمل في جهاز المخابرات العامة منذ عام 1963 حتى تقاعده عام 2005. يعتبر من أشهر رجال المخابرات في عهد حافظ الأسد، ولم يكن محل ثقة لدى الأسد الأب في أمن نظامه وحسب، بل حتى في إعداد أبنائه الذكور لتسلم الحكم من بعده. ومع هذا كله كان يدير أكثر الملفات حساسية بوحشية لا حدود لها. اللواء هشام بختيار، من رجال إيران الأوائل في سوريا، ينحدر بختيار من عائلة شيعية من أصول إيرانية، وهو من مواليد دمشق عام 1941. التحق مبكرا في صفوف الجيش وشغل أدوارا أمنية عدة في عهد حافظ الأسد، ساهم في تعزيز النفوذ الإيراني في الدولة منذ عهد الأسد الأب، وعين رئيسا للمخابرات العامة عام 2001، وتسلم بعدها رئاسة مكتب الأمن القومي. يعتبر بختيار رجل إيران القوية في سوريا وأحد أبرز المتهمين بعملية اغتيال رفيق الحريري، كما فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2006 بتهمة الإشراف على الدعم العسكري لحزب الله اللبناني، ليقتل في تفجير خلية الأزمة عام 2012. كل الحراس القدامى لآل الأسد باتوا تحت التراب، إما بوفاة مفاجئة أو انتحار أو اغتيال. فماذا عن حراسه الجدد؟